نحن مقبلون على أسبوع الآلام، وأنا أصدرت لكم 5 كتب عن أسبوع الآلام، كتب قديمة يعني، كتاب عن أسبوع الآلام، وكتاب عن تسبحة البسخر، وكتاب عن خميس العهد، وكتاب عن الجمعة الكبيرة، وكتاب عن كلمات المسيح على الصليب. وإن شاء الله هخلي العدد اللي هيصدر من مجلة الكرازة على طول هيكون كله عن الآلام، والعدد اللي بعديه على القيامة، أو هما الاثنين يبقوا في عدد واحد. لكن دلوقتي عايز أكلمكم كلمتين بساط في موضوع أسبوع الآلام. في أسبوع الآلام ظهرت قوة المسيح ومحبته، وظهر ضعف البشر وخيانته. الاثنين كانوا ماشيين طول أسبوع الآلام. المسيح لم يكن أسبوع الآلام هو الأسبوع الوحيد لآلامه، إنما حياته كلها كانت آلام من أجل البشر. حياته كلها كانت آلام. وقيل عنه إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. اللي واقف يشاور يخليه في حاله، اقعد ومالكش حد، مالكش دعوه بحد. المسيح كانت حياته كلها آلام، رجل أوجاع ومختبر الحزن. من بداية ميلاده وفكر هيرودس في قتله، وتغرب هربا من هيرودس لأن ساعته لم تكن قد أتت بعد، وقضى 30 سنة شبه مجهول، محدش يعرف عن حياته حاجة. وبدأ خدمته بالتجربة على الجبل، ولاقى آلام واضطهادات لا حصر لها من الكتبة والفريسيين والصدوقيين والكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، اتهامات كثيرة وإهانات كثيرة وتشكيك في رسالته وآلام لا حصر لها. لذلك لما نقرأ في تقدمة الدقيق اللي موجودة في الإصحاح الثاني من سفر اللاويين، يقال إنها كانت بتبقى مشوية بالنار، غير حكاية الفصح وهو مشوي بالنار. الفصح مشوي بالنار يرمز لآلام الصليب، لكن تقدمة الدقيق اللي ما فيهاش دم وما لهاش دعوة بالفداء ترمز إلى حياة المسيح بالجسد وكلها آلام. لذلك آلام المسيح عبارة عن تعزية لينا في آلامنا، والكتاب بيقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. والمسيح دعانا إن احنا نتألم من أجله، حتى إن واحد زي بولس الرسول لما دعاه المسيح قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. والآلام إكليل للإنسان، وبقدر ما نتألم من أجل الرب على هذا القدر تكون نعمة الله معانا لتخفيف الألم،
وتكون المكافأة على هذه الألم. ومسكين الإنسان الذي يهرب من الألم، لأنه بيهرب من الإكليل بتاع الألم، وبيهرب من البركة التي تصحب الألم، وبيهرب من الخبرة الروحية اللي يأخذها الإنسان في ألامه. ولذلك قال القديس الأنبا بولس السائح: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. وقال القديس يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. المهم أن السيد المسيح كان في آلامه وحده، لم يقف معه أحد، كما قيل جاز المعصرة وحده. حتى ولا أحب تلاميذه إليه، العجيب أن كتير من الناس ياخدوا الآية بتاعت فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، ياخدوا نصها بتاع فرح مع الفرحين، ولما يجوا في بكاء مع الباكين يحاولوا يتهربوا بقدر الإمكان، يقولوا مش عايزين ننكد على نفسنا. المسيح وقف إلى جوار كل متألم، ولما تألم هو وقف وحده. بالنسبة للمتألمين قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لكن لما هو دخل في الألم بقي وحده ولم يقف معه أحد. وإذا بالسيد المسيح في أسبوع الآلام يحتمل ظلم الأشرار، ويحتمل ضعف أو خيانة الأصدقاء. بالنسبة للأشرار احتمل منهم الظلم، وبالنسبة للأبرار والأصدقاء والكويسين احتمل منهم الضعف والخوف والخيانة. وكان يعرف كل هذا، بل حياته كلها اتصفت بهذه الصفة. قيل عنه: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. قيل عنه إنه هو النور الذي أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ووقف المسيح لوحده. في كل الفترات اللي مر بيها، في كل آلامه كان يدافع عن تلاميذه، ولكن لم يطلب من تلاميذه أن يدافعوا عنه، وقف لوحده. في بستان جثيماني لم يستطع التلاميذ أن يسهروا معه في آلامه ولو ساعة واحدة، وقف لوحده. ورجاهم أكثر من مرة، رجاهم أنهم يسهروا معاه، إيش فايدة؟ كانت أعينهم ثقيلة ولم يعاتبهم، قال لهم الروح نشيط بس الجسد ضعيف، ناموا الآن واستريحوا. وقبل بستان جثيمان
قال لهم إن تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. للدرجات يا رب؟ قال لهم مش بس كده، كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، كلكم. قال لهم الشيطان مزمع أن يغربلكم. للدرجة دي؟ ولما بطرس تكلم وقال له لو شك فيك الجميع أنا لا أشك، قال له طب اسكت أنت، ده أنت هتنكرني 3 مرات. ده بل قال لبطرس عبارة صعبة صعبة صعبة، قال له إيه؟ قال له هتنكرني 3 مرات، ولكني طلبت من أجلك لئلا يفنى إيمانك. للدرجات يا رب؟ بطرس الراجل الكبير الضخم العظيم ده معرض إن يفنى إيمانه، ومحتاج لصلاة مش لتقوية إيمانه ولا لتثبيت إيمانه، ده لكي لا يفنى إيمانه. تعرفين كلمة يفنى يعني إيه؟ الحاجات دي تخلينا نعرف ايه ضعف الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية اللي حتى الرسل معرضين ان يفنى ايمان البعض منهم والشيطان يغربلهم ويشكوا في تلك الليلة. وفعلا لما قبضوا على المسيح التلاميذ هربوا، واللي استخبى واللي قاعد في العليه مش قادر يطلع يوري وشه، ايه الحكايه؟ ضرب الراعي فتشتتت الرعيه وتركوه وحده. لم يقف معه عند الصليب من جميع رسله سوى واحد فقط، هو يوحنا الحبيب. وبقية الـ12 اللي خان خان، واللي أنكر أنكر، واللي هرب هرب، واللي خاف خاف، وتتركونني وحدي. طب والـ70 رسول والناس اللي حصلت معاهم المعجزات والعمي اللي اتفتحوا والمكسحين اللي مشيوا والمعجزات العجيبة واللي هتفوا وقالوا أوصلنا يا ابن داود، أوصلنا في الأعالي، واللي قابلوه في أورشليم، لم يبقى منهم أحد. والمسيح ما زعلش، اعتبرها نوع من الآلام. ما هو في آلام من الأعداء الظلم، وفيه آلام خيانة زي يهوذا، وفيه آلام ضعف وخوف زي آلام الأصدقاء والأحباء. بولس الرسول جرب الحكاية دي مرة برضو، قال في احتجاجي الأول لم يقف معي أحد لا يحسب عليهم. يا رب ما تحسبهمش على دي، شوية ضعف هنعمل ايه؟ البشرية هي كده طبيعتها، ضعيفة وغلبانة ومساكين. الطبيعة البشرية لولا ان ربنا بيسندها ما تعرفش تقف على رجليها للأسف. طبيعة ضعيفة وطبيعة متقلبة وقابلة للسقوط وما تعرفش تعمل حاجة لوحديها كده. المسيح قال لهم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، طبيعتكم ضعيفة غلبانة مسكين. وداود قال في المزمور لولا إن الرب كان معنا
حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. إذن لجازت نفوسنا الماء وعبرت السيل. إيه الحكاية؟ طبيعة ضعيفة غلبانة. داود نفسه قال في المزمور: لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. تطلع إيه الطبيعة البشرية دي الغلبانة دي؟ ولا حاجة، ولا حاجة. صدقوني الإنسان ضعيف من كل ناحية. ده ناموسة واحدة تقرصه تنيمه في السرير وحرارته ترتفع ويبقى حالته حال. تفتكروش ربنا يعني عايز يورينا ضعف طبيعتنا، يجيب لنا شيطان ضخم يحاربنا أو جولياط؟ أبدا. أقل حاجة إنسان ده طبيعته مفيش حاجة. بيقول لك: كالعشب أيامه لأن ريح تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. إنسان يكون معاك النهاردة تبص بكرة ما تلاقيهوش. ده من ناحية الجسد. من ناحية النفس ممكن أقل كلمة تعكر الإنسان. ده في ناس كلمة تجيب لهم ضغط، تجيب له سكر. ما طبيعة ضعيفة غلبانة. يعني الناس الغلابة بس هم دول طبيعتهم ضعيفة؟ ده بيقول على الخطية: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. والأقوياء دول عملوا إيه؟ ولا حاجة. طبيعة ضعيفة، طبيعة ضعيفة. لا سليمان نفعته حكمته اللي كان أحكم أهل الأرض وسقط وتعب، ولا شمشون نفعته قوته وكان أقوى أهل الأرض وسقط وتعب، ولا داود نفعته مزاميره وودعته وطبته وسقط وشبع سقوط، ولا آدم نفعته طبيعته العجيبة اللي خلق على صورة الله ومثاله وسقط وضاع، ولا حواء نفعها جمالها وحكمتها. إبراهيم أب الآباء نسمع أن نوبة خاف وقال على سارة أخته أحسن ياخدوها منه، أحسن ياخدوه هو يعني، ياخدوها منه زي بعض. ده قال إنها أخته علشان ممكن ياخدوها، يعني حاجة صعبة. فليغفر لي أبونا إبراهيم، دي يعني إحنا أصعب منه، لكن يعني اللي حصل. ولا يعقوب أب الآباء احتفظ بودعته وطبته. ده جه وقت خدع أبوه واحتاله، القصص كتيرة. ولا بطرس نفعته شجاعته وجرأته وقوته يستل السيف ويضرب ودن العبد، لكن وقت الجد فكيك وينكر ويخاف ويقول لي سب ويلأن ولا أعرف الرجل. صحيح كل قتلاها أقوياء. الإنسان ده غلبان، لو ما كانتش تسنده النعمة يضيع، يضيع ما يقدرش يكمل. وربنا عارف ضعف طبيعتنا، يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. شوية تراب لا راحوا ولا جم. ربنا عارف ضعف الطبيعة البشرية، ولذلك أشهد عليها السماء والأرض وقال: اسمعي أيتها السموات واقشعري وابهتي جدا
ومرة قال اسمعي أيتها السموات واصغي أيتها الأرض، فإن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. على الطبيعة البشرية المددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم. ايه ده؟ ده الشعب اللي خلقته على صورتي ومثالي ولم يستطع ان يحتفظ بهذه الصورة الإلهية. شعب غلبان. وقال لهم قاعد ينشد ربنا نشيد الكرمة ويقول أي شيء يمكن أن يعمل من أجل كرمي ولم أعمله؟ لماذا لما انتظرت منه أن يجيب ثمر كويس أتى بثمر رديء؟ قال لهم إن كنت سيدا فأين كرامتي، وإن كنت أبا فأين هيبتي؟ بشرية تعبانة، بشرية تعبانة وضعيفة وسهلة السقوط، لدرجة أن الرب رثى هذه الطبيعة وقال الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حاجة صعبة دي، مرفاه. طب وبعدين يا رب؟ ولا حاجة. أنا قاعد أرمم في هذا البناء المنهار وأمكيش في هذه الصورة اللي ملامحها اتلخبطت، وقاعد أعالج في هؤلاء المرضى نفسا وروحا وجسدا، وبينفضوا عليك ليه؟ ولا حاجة. الله يقول بينهم يصنع خيرا، ولكن الخيانة البشرية والضعف البشري بيجرف كل عرق من في دمائهم. المشكلة الكبرى في ضعف الطبيعة البشرية ليس فقط إنها ضعيفة، وإنما لأنها لا تعترف بضعفها. ما هي لو ضعيفة وتعترف بضعفها ممكن تتصلح، لكن تلاقي الواحد ضعيف ومقاوح غلطان ويجادل. غلطان في ايه؟ جرى ايه؟ حصل ايه؟ يا ريت واحد ضعيف ويتصلح. إنسان ضعيف ولا يعترف بضعفه، لأنه لو اعترف بضعفه وهيفكر إزاي يصلح. الغرور اللي موجود عند الإنسان، شوف إذا عرف الإنسان ضعفه يستفيد الفوائد الآتية. ما عرفش ضعفه مش يستفيد. لو عرف الإنسان ضعفه أول حاجة يتواضع. أول حاجة إيه؟ يتواضع. ومعونة ربنا تأتي للمتواضعين. خدوا واحد زي القديس الأنبا أنطونيوس الكبير اللي احنا بنلتمس بركة تراب رجليه، يقول لك أنا عارف ضعفي، حتى قصاد الشياطين يقول لهم أيها الأقوياء ماذا تريدون مني أنا الضعيف؟ ده أنا أضعف من إني أقاتل أصغر واحد فيكم. ويصلي ربنا يقول يا رب انقذني من هؤلاء الذين يظنون إني شيء وأنا شوية تراب ورماد. يعني الأنبا أنطونيوس بيعتبر تواضع من الشياطين انهم يحاربوه. يحاربوا ايه؟ شويه تراب ورمان، اطلعيها انا اللي يحاربون.
اللي يشعر بضعفه يتواضع، واللي يتواضع تجد نعمة ربنا جنبه على طول تقويه وتسنده. واللي ما يتواضعش ممكن يسقط. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يبقى أول فايدة من إن الإنسان يشعر بضعفه إنه إيه؟ يتواضع. تاني فايدة، اللي يشعر بضعفه يسلك بحرص وتدقيق وخوف. بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف. مين اللي يسير بخوف؟ اللي شعر بضعفه. من هو قائم فلينظر لئلا يسقط. لكن تقول انا مبرر ومقدس وممجد وما ناقصنيش غير المواهب الروحيه ووريث العهد الجديد واخش في الهيصه دي، اهو الشيطان عايز النوع ده بقى، يقول لك ده مستوي على جاهز، دي بيضه مقشره ومستويه كده تتاكل اكل. هو الشاعر اللي شاعر انه في حاله الملء ده هيحترس من ايه ده الاخر؟ تقول له تسقط؟ يقول لك اسقط. المولود من الله لا يخطئ، الشرير لا يمسه. انت يعني انطبق عليك الكلام ده؟ اهو الشيطان يقول لعبتي المختارة هي هذا الصنف اللي بيفتكر ان هو لا يخطئ وان الشرير لا يمسه، يقول له هوريك امسك ازاي انا بقى. الانسان اللي يشعر بضعفه يسلك بتدقيق بحرص، مش يحترس من الخطية الكبيرة الضخمة، ده يحترس من الحاجة الصغيرة. مش يقول لا 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 دي خطايا المبتدئين دي ما تحتاجش الاحتراس، ده يحترس من خطايا المبتدئين برضو انه شعر بضعف. قل لولا ان الرب كان معنا لكانت خطايا المبتدئين دي تبتلعني ونحن احياء. ده مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانه، لولا نعمة ربنا كان الواحد ضاع. فيسلك بحرص، يسير زمان غربته بخوف. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ده اللي الضعيف هو اللي يتمم خلاصه بخوف ورعدة، لكن القوي يقول لك انا ارتعد. انا الإنسان الشاعر بضعفه يصلي باستمرار، يطلب المعونة الإلهية باستمرار، يقول له اسندني فأخلص، اللهم باسمك خلصني. يقول له الأعزاء قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي، في الطريق التي أسلك أخفى ولي فخا، تأملت عن يمين وعن شمال وليس من مهرب، فصرخت إليك يا رب. ده الإنسان الشاعر بضعفه يصلي باستمرار. الشاعر بضعفه يصلي باستمرار زي تلميذ شاعر بضعفه بيطلب صلوات الكنيسة وهو يصلي يقول يا رب، وإن شعر بقوته في درس هيصلي له ليه؟ مش محتاج لصلاة ده. فما يقعش غير فده اللي مش محتاج لصلاة ده. يصلي باستمرار، يطلب المعونة، يشرك ربنا معه في كل عمل، يقول له اشترك في العمل مع عبيدك، ده احنا ضعفة واحنا قد دية، في كل مشكلة حتى في الخدمة. واحد يقول لك مشكلة، مشكلة ايه؟ تعال فكر ونقول الحل.
واحد يقول لك مشكلة، يلا نركع ونصلي قبل ما نفكر، نطلب مشورة صالحة من إله. الإنسان اللي بيشعر بضعفه باستمرار في كل صلاة يقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لما هو ربنا دعانا إلى هذا، اللي عارف ضعفه بيذكر هذا الضعف أمامه، يضع هذا الضعف أمامه زي ما بنصلي في صلوات الليل وصلوات الستار ونصف الليل. في الهجعة الثالثة نقول ايه؟ بعين متحننة يا رب انظر الى ضعفي. يقول له انظر الى ضعفي وذلي ومسكنتي ونجني. يقول له انت تعرف يقظة اعدائي وضعف طبيعتي، انت تعرفه يا خالقي. انت تعرف يقظة اعدائي، ده في صلاة الستار اللي يسموها فيل بريير، مش الستار، الستار. يقول له يا رب انت تعرف يقظة اعدائي وضعف طبيعتي، انت تعرفه يا خالقي. ده حتى القسيس لما بيجي يصلي في القداس يقول عن خطاياي وجهلات شعبك، ويقول وضعفي يكون فلان وفلان وفلان والشعب وكل الشعب وايه وضعفي، بيقولها كده روتين ولا شاعر بكلمة وضعفي. ناس كتير يقول انا الضعيف انا المسكين، وجوه تقول له انت ضعيف يقول لك ضعيف، طيب انا هحاسبك على كلمة ضعيف دي. خليك ضعيف يا حبيب وما تتضايقش. الانسان اللي يعرف ضعفه يقول له لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لا يتزكى قدامك أي حي. يقول لربنا كده، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت. اللي شاعر بضعفه دايما يطلب المعونة ودايما يطلب المغفرة ويطلب الستر ويطلب القوة. اللي شاعر بضعفه ايضا يطلب المشورة. ما في ناس شاعرين بانهم يفهموا قادرين وكل يشاور ليه؟ ده يروح لأب اعترافه ويوصل له قرارات، انا قررت كذا، عشان ياخد بصمة أب الاعتراف على هذه القرارات. لكن اللي شاعر بضعفه يقول له اعمل ايه؟ يطلب المشورة الحسنة. اللي شاعر بضعفه يبعد عن أسباب الخطية، واللي مش شاعر بضعفه يخش وما يهموش بصدره. دي نقطة. نقطة تاني، لأن ربنا عارف ضعفنا بيعمل معنا حاجات كويسة. لأن ربنا عارف ضعفنا بيرسل لنا النعمة والمعونة والقوة، ويرسل لنا روحه القدوس يرشد ويبكت ويقود ويذكرنا بكل ما قالوا لنا، ويرسل لنا ملائكته حال حول خائفيه وتنجيه. خلي بالكم الآية دي، أعيدها تاني، ملاك الرب حال حول خائفيه بإيه؟ نجيبه. مين خائفيه دول؟ دول اللي شاعرين بضعفهم. هو اللي شاعر بقوته بيبقى خايف؟ اللي خايفين دول هو اللي ملاك الرب حال حولهم وينجيهم، يقول له انا مش قدها
القطية دي جامدة وطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أخويا. يا رب انقذ، يا رب تعين، يا رب تساعد، يا رب تستر، يا رب تحفظ. عشان كده يتغنى داود في المزمور يقول ايه؟ يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. اللي شعر بضعفه إن عمل حاجة كويسة ينسبها لربنا، واللي شعر بقوته إن ربنا عمل حاجة بواسطته ينسبها لنفسه. وده فرق. اللي شعر بضعفه يقول ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك القدوس أعطي مجدا. أنا ضعيف وأنا أدي الشغلانة دي مش قدها، لأن ربنا شاعر بضعفنا، بيحفظنا، بيقوينا، بيحوط حوالينا، بيقول له الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلك، حفظتهم. لكن القوي يندر أنه يطلب الحفظ. ولأن السيد المسيح كان شاعر بضعف تلاميذه ابتدى يشجعهم ويقويهم قبلها بكلها. يعني لما تقروا مثلا الإصحاحات 13 و14 و15 و16 من إنجيل يوحنا كلها تقوية ليهم، كلهم أقول لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. ما تخافوش، هيقرأ ويقرأ لكن ما تخافوش. ولأن ربنا شاعر بضعفنا ابتدى يدينا الأسرار المقدسة اللي تدينا قوة، يدينا في سر المسحة المقدسة قوة الروح القدس العاملة فينا. تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. في الخدمة أيضا الخادم اللي يشعر بضعفه بيطلب القوة من ربنا، وربنا يديله معونة. المعطي كلمة للمبشرين بعزم قوة. ليه؟ لأنه شاعر بضعفه. إنسان شاعر بذكائه ما يحتاجش ربنا في الخدمة، معاه العقل ومعاه التفكير ومعاه الخبرة ومعاه المراجع ومعاه المكتبة ومعاه العلم والمعرفة، استعد بقوته. اللي شاعر بضعفه يقول له يا رب أنا ما عنديش حاجة، مش دروشة، لا بجد، يقول له افرض حتى أنا قلت كلمة مظبوطة، أنا عارف الكلمة دي هيكون لها تأثير قوي في الناس ولا لا، الكلام اللي أقوله أنت تديله قوة وتديله فاعلية وتديله قابلية في النفوس وتدي استعداد للناس أنهم يعملوا، لأنه شاعر بضعفه بيشرك ربنا معاه. الخادم اللي شاعر بضعفه تلاقيه هادي وطيب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، لأن شاعر بضعفه. واللي شاعر بضعفه ما يكونش قاسي على الناس ولا يوبخ ولا يدين، زي ما عمل الفريسيون اللي ضبطوا المرأة اللي في ذات الفعل بكل قوة. دي قال موسى إنها ترجم بالحجارة. اللي شعر بضعفه يقول بنا زيها بالظبط، هي وقعت وانا واقع، هو في ايه الفرق بين الاثنين؟ اللي ما وقعش بالفعل وقع بالقلب، وقع بالفكر، وقع بالرغبة، وقع بالنية، حد عارف؟ اللي شعر بضعفه ما يعقبش كتير. المسيح
كان شاعر بضعف الناس، هو ما عاقبهمش مع انه هو قوي، لكن عارف ضعفهم. زي مثلا عيل صغير يقع، يجي واحد يوبخه يقول له يا اخي ده عيل غلبان بسيط، ما تعملش عقلك من عقله. هو ربنا بيعاملنا كده برضه، واحد فينا يقع ويجي الفريسيين يقولوا يا رب امسكوا، قول لهم بس ده انسان ضعيف، ده غلبان، هو حملكم، خليكم انتوا بس ساكتين. ولذلك السيد المسيح لانه شاعر بضعف الناس قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. ولانه عارف ضعفهم ما ادهمش الوصايا القويه في الاول، قال لهم عندي كلام اقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الان. ولذلك لان الرسل شاعرين بضعف الناس قالوا شجعوا صغار النفوس، قوموا الايدي المسترخيه والركب المخلعه، لانهم ضعفاء، اسندوا الضعفاء. تفضلوا صلوا.